انا كنت بالعده اول شيء، يعني لولدت ابني بعدين تزوجت بعد 9 شهور. يلي تزوجتي مقاتل من داعش، شو ايه جنسيته هو من وين؟ كمان كان افغاني ولكن من المانيا، كان صديق لابوه لابني، كان مقاتل، ولكن انا كنت تزوجته علشان اطلع من المدافع. هي كانت تفكيري انا اطلع من المدافع، ولكن لما تزوجته كان على طول خليني بس بالبيت، كنت ممنوع اطلع. انا كان بدي اتعرف على مدنيين علشان اطلع، ولكن كان مانعني اني اطلع، لهيك طلب طلاق. تقريبا ضليت معه لاني اقل من شهر ضليت معه. بعد شهر، بعد شهر طلبت طلاق، رحت عشت مع سيفتي مرة ثانية. كان هي زوجها اخوه لزوجي الاولاني كان قتل بعد شهرين من موت زوجي قتل، وكنا انا وياها بالمضافة، ولكن هي تزوجت مرة ثانية عشت معها بعدك الفترة. وهنيك يعني هلا بهالفترة منتشر كثير الطلاق، يعني بيتزوجوا بيطلقوا بيتزوجوا بيطلقوا، في كثير يعني. قال لك في منهم بيضربوهم يعني بيعذبوهم هيك. المضافة لازم تضل بالمضافة، إذا كنت أرمل يعني لحالي لازم أضل بالمضافة، يعني الطريق الوحيد إني أطلع هو إني أتزوج، هذا هو كان الحل الوحيد. ما تزوجتي؟ تزوجت مرة ثالثة. من كان هندي، هو كمان كان مقاتل، ولكن هذاك الفترة اللي تزوجته كان جريح، كان جريح ما كان بيشارك بالعمليات، لأن شفتي المضافة في توقيت محدد، يعني مثلا 10 الصبح لتنتين المساء تطلع، والولاد ما يطلعوا معك، يعني هيك هاي توقيتهم يعني، وتضل مراقب، يعني مو مثل انك تكون متزوج، اذا تزوجتي تكون حر، يعني الوقت اللي بدك تدخل فيه يعني ما حدا بيراقبك، ولكن بالمضافات يعني كل اسمائك باوراقهم وهيك بضلوا يراقبوك، يعني لان كثير هن كانوا حاولوا يهربوا ولكن تمسكوا، اخذوا منهم اولادهم حطوهم بالسجن هيك، ما كان بدي يصير نفس الشيء.